أهلا بكم. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من توقف خط تصدير الغاز إلى أوروبا نورد ستريم 1، وقال بوتين إن هنالك خطرا يتمثل في إمكانية وقف تشغيل المعدات المشغلة للخط بعد إعادتها من كندا حيث كانت تخضع للصيانة. وكانت كندا أعلنت عزمها تسليم توربينات خط نورد ستريم إلى ألمانيا بعد أن خضعت للصيانة. وسبق أن خفضت غاز بروم الروسية إمدادات الغاز بسبب عدم استعادة التوربينات من كندا، والتي بررت ذلك بأن العقوبات على روسيا الروسية عفوا على مونتريال كانت مانعا لإعادة إرسالها. أقرت المفوضية الأوروبية خطة جديدة استعدادا للشتاء المقبل بهدف تخزين أكبر كميات ممكنة من الغاز وخفض استخدامه بنسبة 15% في الدول الأوروبية. تطبيق الخطة سيبدأ مطلع الشهر المقبل ويستمر حتى الربيع المقبل. 15% هي النسبة المستهدفة وفق خطة خفض كميات الغاز المستهلكة في السوق الأوروبية التي أعدتها بروكسل واقترحتها على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة متطلبات الشتاء المقبل. الخطة تهدف إلى تخزين أكبر كميات ممكنة من الغاز في أوروبا تحسبا لاحتمال قطع إمدادات الغاز الروسية، خطوة أوروبية أخرى لتعميق القطيعة مع موسكو. روسيا تبتزنا، وروسيا تستخدم الطاقة كسلاح، ولهذا مهما حصل سواء كان قطعا جزئيا للغاز الروسي أو قطعا كاملا له، فإن على أوروبا أن تكون مستعدة. تطبيق خطة خفض الاستهلاك من الغاز سيشمل الفترة الممتدة من أول آب أغسطس حتى نهاية مارس آذار المقبل، وهي فترة الذروة في استخدام التبريد والتدفئة في أوروبا. الهدف منها ملء خزانات الغاز بنسبة 80% قبل حلول فصل الشتاء. لن يكون سهلا توقع الخطوة التالية لبوتين، إلا أنه من الواضح أنه سيواصل محاولة تفرقتنا والتسبب بأذيتنا، ولهذا ما نحتاجه في جميع الأحوال أن نستعد حتى لاحتمال القطع الكامل لإمدادات الغاز. الخطة الأوروبية ستؤدي إلى خفض إلزامي للتبريد في المباني الحكومية وتشجيع المستهلكين على ترشيد استخدام أجهزة التكييف ومنح حوافز ضريبية للشركات لخفض استهلاك الغاز والتحول إلى موارد بديلة للطاقة. القطيعة المتزايدة مع روسيا ستجعل الصيف الحالي في أوروبا أكثر سخونة حتى داخل المباني بموجب الخطة المقترحة من المفوضية الأوروبية التي تواصل حث الخطى لإيجاد مزيد من موارد الطاقة البديلة عن روسيا قبل حلول الشتاء المقبل. من بروكسل نبيل أبي صعب، العربي. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن المساعدات العسكرية التي قدمت لأوكرانيا مكنتها من إحداث فرق على الأرض. تصريحات أوستن أتت بعد إعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على الشرق، بل تشمل أيضا أراض أخرى ويمكن أن تمتد أبعد من ذلك. وأكد لافروف أنه إذا استمر الغرب في إمداد أوكرانيا بالأسلحة بعيدة المدى فإن الأهداف الجغرافية لروسيا ستتوسع. تستمر الحرب في أوكرانيا وتتغير معها الخطط بعد إعلان موسكو توسيع نطاق العملية العسكرية وعدم اقتصارها فقط على الشرق الأوكراني. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن تغيير الأهداف العسكرية لجيش بلاده جاء بفعل إمدادات الأسلحة الغربية التي غيرت حسابات الكريملين لتشمل منطقتي خيرسون وزاباروجيا في الجنوب وسلسلة من الأراضي الأخرى. الجغرافيا مختلفة الآن، لا يتعلق الأمر فقط بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ولكن أيضا بمنطقتي خيرسون وزاباروجيا ومناطق أخرى، وهذه العملية متواصلة باستمرار وبإصرار. لافروف حذر أيضا من استمرار الغرب في إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى كصواريخ هيمارس الأمريكية في ظل تحقيق الجيش الأوكراني لعملية نوعية،
آخرها استهداف جسر حيوي لإمداد القوات الروسية وإلحاق أضرار جسيمة به. الجسر الواقع على نهر دنيبرو تم قصفه بصواريخ هيمارس التي أرسلتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا. لا يمكن أن نسمح للجزء من أوكرانيا الذي سيحكمه زيلينسكي أو أي شخص يحل محله أن تكون لديه أسلحة تشكل تهديدا مباشرا لأراضينا وأراضي تلك الجمهوريات التي أعلنت استقلالها. أمام تهديدات موسكو تستمر الدول الغربية في إمداد كييف بمنظومات الأسلحة، إذ أعلن وزير الدفاع الأمريكي عزم بلاده إرسال 4 قاذفات إضافية لصواريخ هيمارس إلى أوكرانيا، بينما كشف رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية عن إمكانية تدريب الطيارين الأوكرانيين لمساعدة كييف في بناء قوة جوية مستقبلية، ما يعني حصولها على طائرات F-15 وF-16. سباق نحو تسليح أوكرانيا اعتبرته روسيا سلوكا تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا لخلق مواجهة بين موسكو وأوروبا وإبعاد كييف عن أي فرصة للتفاوض مع روسيا. وللمزيد ينضم إلي من موسكو مراسلنا محمد حسن، ومن كييف مراسلنا محمد زاوي. أبدأ معك محمد حسن في موسكو. إذن هذه التصريحات التي ربما توسع من نطاق العمليات العسكرية بحسب لافروف تترافق أيضا مع تصعيد روسي فيما يتعلق بملف الطاقة، ما هي التفاصيل؟ فيما يخص تصريحات لافروف، نوه وزير الخارجية الروسي وكذلك الرئيس الروسي ووزير الدفاع بأنه إن استمر الدعم الغربي لأوكرانيا بالسلاح فإن العملية العسكرية سوف تستمر. اليوم علنية وبشكل مفتوح وزير الخارجية الروسي يقول إن جغرافية العملية العسكرية الروسية تغيرت ولن تقتصر على الدونباس أو تحديدا لوغانسك ودونيتسك. يقول وزير الخارجية أنه لطالما استمرت الولايات المتحدة بإرسال منظومات صواريخ هايمارس القادرة على إطلاق صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر، إذن سوف تتم إزاحة خط النار الآن من الحدود الغربية لدونيتسك ولوغانسك نحو الغرب أقله 300 كيلومتر، كي لا تستطيع هذه المنظومات قصف دونيتسك ولوغانسك أو تشكل تهديد أو خطر محتمل على الأراضي الروسية. إذن 300 كيلومتر نحو الغرب أو بعيدا عن الحدود الروسية شمالا وجنوبا. وإذا تذكرنا بأنه الحديث يجري الآن ليس فقط عن دونيتسك ولوغانسك، وإنما خيرسون وزاباروجيا أيضا تحت سيطرة القوات الانفصالية والقوات الروسية، فربما الجغرافيا فعلا قد تكون مختلفة. وذكر وزير الخارجية أيضا بتصريحات أو بالأهداف التي وضعها الرئيس بوتين عندما بدأ العملية العسكرية، حين قال إن الهدف من العملية العسكرية هو تجريد أوكرانيا من السلاح الذي القادر على تهديد أمن روسيا أو دونيتسك ولوغانسك، وبالتالي قد يكون هذا السلاح في أي رقعة من الأراضي الأوكرانية. وطبعا كرر موضوع اجتثاث النازية والأهداف الأخرى التي أعلن عنها في بداية هذه العملية العسكرية. اقتصاديا، الرئيس الروسي في القمة بالأمس في طهران وجه له السؤال عن أزمة الغاز، فاستطرد في هذا الاتجاه وقال لماذا توجه الاتهامات لروسيا بأنها تقوم بافتعال أزمة الغاز، بل هي أوروبا التي منعت استيراد الغاز الروسي إلى أوروبا وبالتالي قطعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا ومن هنا أزمة الغاز. تحدث عن أنه خط أنابيب الغاز الذي يصدر الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر دونيتسك ولوغانسك تم إيقافه، وهذا الإيقاف كان سياسيا وليس تقنيا، لأن منظومات أو محطات الضخ هناك تعمل بشكل جيد. تحدث عن وجود نورد ستريم 2 أو السيل الشمالي 2 بأن المشروع موجود ولكن يحتاج إلى رخصة فقط، ونورد ستريم 1 هو المشروع الوحيد الذي كان يعمل، ولكن توربينات الغاز التي تم إعادة ترميمها في كندا لم تسلم في الموعد، لذلك هبط حجم
صادرات الغاز إلى أوروبا، شرح هذا الموضوع ونوه إلى أهمية تفعيل خط غاز السيل الشمالي 2 إن كانت فعلا أوروبا تريد حل هذه الأزمة، ولكن حسب الكثير من المراقبين يبقى هذا كلام بعيد جدا عن أي احتمال لتطبيقه من الطرف الأوروبي. نعم، في أوكرانيا محمد أيضا، كيف يعني ربما تلقت هذه التصريحات الأمريكية من وزير الدفاع حول التسليح والاستمرار في التسليح في العمليات القائمة؟ نعم زاهر، في البداية دعني فقط أشير إلى بعض ردود الفعل الأوكرانية على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث قال وزير نظيره وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم إن تصريح لافروف يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن روسيا ترفض المجال الدبلوماسي وتتجه إلى الحرب. قال بأن هذا سلوك دموي تنتهجه روسيا على حد وصفه، ودعا في هذا السياق شركاء أوكرانيا الغربيين بالخصوص إلى مزيد من دعم بلادهم بالأسلحة ردا على هذه الاستفزازات الروسية، وقال بأنه يجب أيضا ضرورة تشديد العقوبات على روسيا. أيضا الرئاسة الأوكرانية وعلى لسان مستشارها ميخايل بودلياكو أحد أعضاء وفد التفاوض مع روسيا اعتبر التصريحات الروسية، أو قال بأن هذه التصريحات التي جاءت بعد نحو 5 أشهر من هذه الحرب تبين النوايا الحقيقية لروسيا، وهي المزيد من الاستيلاء على الأراضي الأجنبية، وقال بأن روسيا تسعى إلى أن تكون أوكرانيا دولة تابعة لها، دولة لا ديمقراطية فيها، دولة مدمرة كما وصفها على النمط الروسي على حد قوله. وقال بما يشبه لغة التحدي، قال بأن الجغرافيا ستصنعها أنظمة صواريخ هيمرس وكذلك أنظمة الصواريخ بعيدة المدى التي تستخدم على الأرض، ربما في إشارة إلى هذا الهجوم المعاكس الذي تقوده أوكرانيا في المنطقة الجنوبية. بالنسبة لسؤالك فيما تعلق بالأسلحة الغربية، دائما الجانب الأوكراني يرحب بأي دعم غربي في بدعمه بالأسلحة، خاصة الأسلحة المتطورة، الأسلحة طويلة المدى التي يمكن أن تحدث نوعا من التوازن كما يقول نعم. الجانب الأوكراني على الأرض. شكرا جزيلا لك محمد الزاوي مراسلنا في كييف، وشكر موصول أيضا لمحمد حسن في موسكو. وللمزيد أيضا وإلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلي من عمان عامر الشوبكي الخبير في شؤون الطاقة. أهلا بك سيد الشوبكي. في البداية، ما هي حظوظ أوروبا الواقعية بعيدا عن التصريحات الدبلوماسية والتطمينات التي تعطى ليل نهار اليوم بتعويض نقص إمدادات الغاز الروسي في حال قرر بوتين إغلاق الأنبوب في الفترة القريبة القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. الوقت حرج جدا بالنسبة للقارة الأوروبية وحساس جدا، هذا الوقت الذي كانت تسعى فيه القارة الأوروبية إلى ملء مخزوناتها قبل الشتاء إلى حوالي 90% في الأول من نوفمبر القادم. الآن المخزونات ممتلئة فقط بنسبة 65% تقريبا، وبالتالي لم تستطيع أو لن تستطيع أوروبا في الفترة القادمة تعويض هذه المخزونات من الغاز الطبيعي المسال، خصوصا ألمانيا التي ما زالت لا تملك محطات تحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية، وستكون بعض هذه المحطات محطتين عائمتين ستكونان جاهزتان للعمل في نهاية السنة الحالية، وبالتالي الحلول ضيقة أمام أوروبا، والروس يعرفون هذا جيدا. لذلك جاء كلام الرئيس الروسي بوتين غامضا ويحمل أكثر من معنى، وترك أوروبا في حالة من التخبط لمحاولة التفكير بأي شكل بكيفية تقليص استخدامها للغاز في الفترة القادمة أكثر منه كيفية استبداله، لأن استبداله سيكون الوضع صعب جدا والإمكانية يعني قد تكون مفقودة
في استخدام بعض من الغاز الروسي بنسبة خاصة لألمانيا على وجه الخصوص. نعم. ماذا عن الخطط الأخرى المتعلقة بتعويض الإمداد؟ رأينا منذ يومين اتفاق مع أذربيجان، هنالك اتفاقات تم إبرامها من قبل الجانب الإيطالي مع الجزائر التي أصبحت يعني ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي لأوروبا، أو حتى أزاحت روسيا من موقعها، وهنالك أيضا ملف الطاقة النظيفة. لأي درجة يعني هذه الاتفاقات الجانبية أو حتى الطرق الثورية في توليد الطاقة من شأنها أن تعفي أوروبا من شتاء قاس كما يقول المراقبون؟ أوروبا أولا كانت تعتمد بداية خطة قصيرة المدى، ملأ مخزوناتها أولا في الخطة قصيرة المدى وتخفيف استخدامات الغاز المسال، وهنالك خطة متوسطة المدى تعتمد على الغاز الطبيعي زيادة كمياته سواء من الجزائر أو أذربيجان أو حتى من النرويج من داخل القارة صحيح. الأوروبية، وتوزيع استخدام الغاز الذي المنشآت التي كانت تعتمد على الغاز الطبيعي أصبحت يعني الآن تعتمد على الفحم أو إعادة تشغيل بعض محطات توليد الكهرباء التي تعمل على الفحم، هذا كان من ضمن الخيارات إضافة إلى خيارات أخرى منها استخدام الكهرباء والطاقة المتجددة في الخطط طويلة المدى، لأن أوروبا الآن ما زالت تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وبالتالي الطاقة المتجددة تعتمد عليها بشكل يعني قليل، وزيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة يحتاج إلى زيادة إمكانياتها وزيادة قدرتها على التخزين، لأن الطاقة المتجددة ما زالت غير موثوقة ويعني مضطربة الإنتاج، وبالتالي الآن أوروبا في وضع حرج جدا، وقد يعني نرى ألمانيا ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وهذا يعني في الفترة القادمة ربما إطفاء بعض الشوارع وإطفاء أو قطع الكهرباء والطاقة والغاز عن بعض المصانع وخاصة التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز، وهذه خطة أوروبية قد تكون ملزمة في الفترة القادمة، تخفيض الاعتماد على الغاز الطبيعي بنسبة 15% على الأقل للمرور من الفترة القادمة والشتاء القادم الذي قد يكون الأخطر أمام القارة الأوروبية. نعم. Thank you. شكرا جزيلا لك عامر الشوبكي الخبير في شؤون الطاقة، حدثنا من عمان.